هي كانت بتأتي في إطار التشاور مع كافة الشركاء والجهات الفاعلة على المستوى الدولي لمناقشة التحديات الدولية الاقتصادية الدولية وتأثيرها على الدول النامية، لا سيما طبعا مصر. المناقشات مع الصندوق ومبدئيا المناقشات مع البنك الدولي جاءت في إطار المناقشات المرتبطة ببرامج التعاون المشتركة، خاصة فيما يتعلق بدعم دور القطاع الخاص، على أساس باعتبار أنه مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي هي المستشار الاستراتيجي للحكومة في إطار برنامج الطروحات. المناقشات يعني أكد خلال دولة رئيس الوزراء مع البنك الدولي استمرار الحكومة المصرية في عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد، وكذلك دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة في الدولة إلى نسبة 65%. فيما يتعلق بالمشاورات مع صندوق النقد الدولي، دولة رئيس الوزراء أكد خلال المشاورات على التزام الحكومة المصرية أيضا بعملية الإصلاح، وطبعا تناول دولة رئيس الوزراء تداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية على الاقتصاد المصري. وخلال المقابلة يعني أبدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها للتداعيات التي تواجهها مصر اقتصاديا، وأكدت على دعم الصندوق لمصر. وأيضا مدير البنك الدولي نفس الشيء أيضا أبدى تفهمه لتلك التداعيات ودعمه لمصر. ويعني الرسالة بصفة عامة كانت خلال المقابلتين إيجابية من حيث دعم المؤسسات الدولية لمصر لمواجهة التحديات الراهنة. طيب سعادة المستشار محمد، هل مديرة الصندوق اتكلمت على تفاصيل، اتكلمت على طلبات، اتكلمت ولا؟ لأنه امبارح كانت عملت حوار مهم قوي انا عرضته هنا، كان بيتكلم بإيجابية على مصر. في الحقيقة يا فندم فعلا الحوار أمس حوارها كان إيجابي، واليوم أيضا كان الحوار إيجابي، وأكدت خلال اللقاء مع دولة رئيس الوزراء على دعم الصندوق لمصر، وأيضا يعني عزم الصندوق على استمرار المشاورات مع الحكومة المصرية حتى الانتهاء من كافة التفاصيل المتبقية في الاتفاق أو الإطار الزمني الجديد الذي سيتم التوافق عليه للمراجعة ما بين الصندوق والحكومة المصرية. وأيضا أكدت على أنه إدراكها للتبعات الاقتصادية الحالية على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل في مصر، وأكدت أنه الصندوق يعني سوف يبذل أقصى جهوده للتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطنين المصريين جراء عملية الإصلاح الاقتصادي. وطبعا أكدت أنها سوف تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله يعني بنأمل أنه المفاوضات تنتهي خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث أنه إن شاء الله يعني نتكلم هذا الشهر فبراير ولا نعمل مارس؟ يعني خلينا نتفائل يعني الفترة القريبة يعني قريبا إن شاء الله، يعني مش عايز أجزم بموعد محدد، ولكن يعني قريبا جدا إن شاء الله ستكون هناك إن شاء الله أخبار إيجابية، وسوف تعلن كافة تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هل عندها زيارة قريبة متوقعة لمصر؟ في الحقيقة يعني دولة رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه لاستقبالها في مصر في أقرب فرصة ممكنة، لكن يعني لم يتم تحديد موعد في الوقت الحالي. هل حددوا وهيدونا هناخد كام؟ ده جزء من المفاوضات الحالية، لكن يعني نفضل تركها للإعلان عن الاتفاق ككل، لكن بصفة عامة أقدر أطمن حضرتك انه ان شاء الله النتائج سوف تكون ايجابيه. وايضا يعني خليني اقول لحضرتك انه كما اوضح البيان الصادر انه صندوق النقد الدولي بيتطلع وبيؤكد ايضا على دعمه ودعم الشركاء الدوليين لمصر لمواجهه الاعباء الملقاه على عاتق الحكومه المصريه خلال المرحله الحاليه. فان شاء الله يعني بنامل خيرا ان شاء نقدر الله في نقول يا هذا سيادة المجال. المستشار قبل ما اسيب حاجة عشان الاجتماعات اقتربنا؟
ان شاء الله، يعني ان شاء الله خلال الفتره القليله المقبله كما ذكرت ان شاء الله ستنتهي المفاوضات وسيتم اعلان كافه التفاصيل في هذا الشان.